الرئيس، السيد الوزير المحترم، زملائي المحترمين، لقد كما تعلمون السيد الوزير لقد كان إدماج النقل غير المنظم هدفا رئيسا ضمن أهداف تحرير النقل الطرقي للبضائع سنة 2003، واليوم وبعد مرور 15 سنة نتساءل هل حققنا هذا الهدف المركزي للمشرع أم لا؟ الجواب ويا للأسف السيد الوزير بالنفي، لم نتمكن من ذلك. فجميع المؤشرات وجميع الدراسات تدل على تنامي واندياح هذه الظاهرة. فسؤالي لكم سيد الوزير، هل هناك لديكم استراتيجية من أجل التقليص من هذه الظاهرة؟ وشكرا. الكلمة للسيد كاتب الدولة للإجابة على السؤال. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد المستشار المحترم. كما تعلمون بالفعل منذ 2003 والقانون 1699 عملت الحكومة مع الفاعلين الميدانيين واللي هما المهنيين على أساس أنه تحرير ديال القطاع يجب أن يصل إلى مجموعة من الأهداف التي سطرت آنذاك. لا يخفى عليكم على أنه بالفعل اتفاق ولا العقد البرنامج الأول اللي جاء من 2003 حتى 2011 عاد دار العقد البرنامج الأول مع المهنيين، كان الهدف منه بالأساس في جزء منه واللي كان فيه واحد حوالي 38 إجراء وواحد 7 ديال المحاور الرئيسية، كان فيه محورين رئيسيين وهامين اللي هما بالفعل محاولة تأهيل القطاع للرفع من مستواه باش يخرج جزء منه اللي هو في القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل، ثم أيضا العمل على المواكبة ديال المقاولات المهنية على أساس أنها ترقى إلى مقاولات اللي بالفعل تكون كلها مهيكلة. وتعلمون أيضا السيد المستشار المحترم على أنه اليوم الإشكال اللي كاين خلال هذه الفترة ديال التحرير هو أنه عندنا واحد العدد الذي يقارب واحد 60,000 مقاولة اللي دخلت في هذه الفترة، وتقريبا واحد 92,000 عربة، بمعنى أنه اليوم هذا القطاع في واحد الدريرية كبيرة، بمعنى 1.6 بالمعدل ديال الشاحنات لكل مقاولة جديدة، وهذا اللي تيجعل على أنه بالفعل هناك إشكالية اللي تنحاولوا نعالجوها اليوم مع المهنيين. وتعلم أيضا السيد المستشار المحترم أنه اليوم بالضبط اليوم في هذا الصباح كان في إطار الحوار اللي عندنا مع المهنيين كلهم أعطيناهم المقترح ديالنا الجديد اللي هو ديال دفتر الحمولات، واللي بدينا عقد البرنامج عفوا واللي كنا بديناه معكم خلال هذه واحد 3-4 سنوات على أساس أنهم يوافيونا بالمقترحات ديالهم باش نحاولوا أننا نبلغوا لهذا الهدف اللي تفضلتي به، واللي بالفعل اليوم 17 جواب من أصل 51 هيئة اللي أعطيناها، وأعطيناهم واحد المدة ديال شهر باش يعاودوا يوفيونا بآخر المستجدات ديالهم ولا التعديلات، على اساس اننا نعتمدوا للتوقيع عقد برنامج جديد اللي غادي يكون بين الاهداف الرئيسيه ديالو هذا الهدف اللي اليوم هو موضوع السؤال ديالكم سيد المستشار. شكرا. الكلمه لاحد الساده المستشارين في اطار التعقيب. السيد الوزير، بما اننا نجزم باننا لم نتمكن من تحقيق اهداف المركزيه للمشرع، فاحنا الواجب أنه نستكشف ونستبين الأسباب الرئيسية لهذه المسألة، وراك ذكرت البعض منها السيد الوزير. احنا كنشوف بأن كاين 3 أو 4 الأسباب اللي هي مركزية، اللي منها أساسا قضية الضغط الجبائي اللي ما تكلمتوش عليه السيد الوزير. الضغط الجبائي اللي كنقول أنا وأصرح بأن المقاولة النقلية خصوصا في النقل الطرقي للبضائع هي بين مثيلاتها كلها في النشاطات الاقتصادية الأخرى هي الأكثر تضريبا بواحد النسبة اللي مرتفعة من 4 حتى 5 المرات، نظرا لأنها كتخضع ل4 ديال الضرائب تقريبا. كاين الضريبة الأولى واللي هي أثقلها هي الضريبة المطبقة على المحروقات على الغازوال اللي كتمثل كما تعلمون السيد الوزير 2.42 درهم لكل لتر مستهلك، وكتمثل في رقم المعاملات إجمالا مني كنقاطعوا العدد اللترات المستهلكة في السنة مع رقم المعاملات كنلقاو بأنه من 15 إلى 20% من رقم المعاملات السيد الوزير ماشي من الأرباح. هذه المسألة الأولى، وهي ما كناش نتكلموا هنا، هذه هي قضية الغازوال المهني. المسألة الثانية هي الضريبة على السير. الضريبة على السير هي واجبات أداء طريق السيار اللي كتمثل حتى هي بدورها 10% من رقم معاملات المقاولة النقلية. إلا خدينا مليار سنتيم ديال رقم معاملات كنلقاو بأن 100 مليون سنتيم كلها ديال الطرق السيارة. وكنا اقترحنا السيد الوزير كما تعلم، اقترحنا عليكم أنه إعمال واحد التعريفة تفضيلية
ليلا للوزن الثقيل، ولكن للاسف باقي ما تمكننا شيء من تنزيلها على ارض الواقع، لان غتمكن من ترشيد النفقات ونخفوا العبء ديال المقاوله النقليه، ولكن في نفس الوقت غادي نرشدوا كذلك التدفقات عبر طرق السيارة خصوصا ليلا من 8 الليل مثلا إلى 6 صباحا. مسألة أخرى التي تؤرق كذلك المهنيين هي مسألة الضريبة المطبقة على الشاحنة، اللي هي الضريبة السنوية على السيارات اللي دمجات كما تعلم الرسم على المحور، واللي بغيناها يكون أكثر إنصافا وتقدمنا بمقترح قانون. الكلمة للسيد كاتب الدولة ليرد على التعقيب. المستشار المحترم مشى للشق اللي هو مرتبط بالاساس الضريبي، واللي بالفعل هناك عده ملاحظات واللي تقدموها لنا المهنيين، واللي جزء منها نوقشت في الهيئه التشريعيه سواء بالمجلسين، واللي ما كانش عليها اجماع، واللي بالفعل جزء منها ترفض، لكن الحكومه تبقى كما تعلم السيد المستشار منفتحه على جزء مما تفضلت به سواء متعلق بالضريبه على المحور، ولكن ايضا هذا الشيء اللي هو مرتبط بالطرق السياره. نحن نناقش مع الاخوان في طرق السياره الامكانيه بالفعل انه يكون واحد الطريف بريفيرونسيال ليلا. هذه فكره اللي ما عندناش عليها اعتراض من حيث المبدا، لكن الطريقه ديال الاخراج ديالها لازلنا نفكر فيها. فاذا كل ما هو مرتبط بالمجال الضريبي تعلمون على انه المجال ديالو هو هنا، على اساس انه اذا كانت مقترحات حنا مستعدين نناقشها من غير الملف ديال الغازوال المهني اللي فيه توجه اللي مشات فيه الحكومه منذ 3 سنوات. شكرا.